فادي عضلات وفيديو جديد. النهارده هجرب لكم وجبه كان نفسي اجربها من زمان، وهي وجبه فورس فود من بحريات اماني الغزناوي. تمام، قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه لو مش مشترك، وفي فيديو جيمنج حلو قوي في الديسكربشن روحوا شوفوه. يلا بينا. طيب اول حاجه يا جماعه، هو الفيديو بتاعنا سيمبل خالص، عباره عن هي الوجبه دي بس. من زمان وانا نفسي اجربها، من زمان وانا نفسي اجربها. بصوا يا جماعه، الوجبه في الطبق دوت بتفكرني بوجبات كويك والله. الوجبات اللي في الطبق دي انتوا عارفين طبعا انا بعشق الوجبات اللي بتبقى متقسمه كده يا جدعان. هي دي الوجبه، ومعاها رغيف عيش تمام، ومعاها علبتين طحينه وكيسين مخلل وبرسيت وبس كده. تعالوا نشوف. يلا يا جدعان، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك اول 24 ساعه. انا بقى لي فتره يا جماعه ما بطلبش منكم لايكات، يعني قصدي يعني ما بطلبش منكم عدد من اللايكات، ابقى كذاب لو ما بطلبش، بس بصراحه ابقى كذاب لو اقول لكم ان انا ما بطلبش لايكات. سامحني يا رب على الكذبه. الله، ده في معلقه كويس، افتكرت اكل جالي كده من كام يوم كان ما فيهوش معلقه، وضربت اكل البطاطس بايدي. اوه، على فكره الاكل حاسه كده من تحت سخن. اما نشوف بقى، نفتح يا جدعان. اوه، شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ دي وجبه اسمها فور سي فود. ليه بقى؟ عشان فيها سيبيا وجمبري وبيض سيبيا وكفته جمبري، ومعاهم رز طبعا. فور سي فود عشان اربع حاجات يا جماعه، ودي سعرها 130 جنيه، والتوصيل طبعا 20 زي ما انتم عارفين. بس على فكره العيش ناشف، العيش ناشف، واضح ان الرغيف مش طازه، ناشف قوي، مع انه كان متكيس مع الوجبه بس هو ناشف. لا مش حلو العيش، مش حلو يعني. ممكن اخد بقى الاجزاء الطريه اللي فيه اكلها بالطحينه وخلاص، بس هو عايز اوريكم الوجبه يا جماعه من فوق عشان احمسكم. شكل الوجبه جامد جدا يا جماعه. بالنسبة لسخونية الأكل معقولة بس وسط، يعني مش سخن قوي. هو طبعا كانوا قايلين إن الأكل هيوصل في نص ساعة، وصل في نص ساعة وخمس دقايق. أنا دقيق قوي يا جماعة. بس يعني يعتبر معقول، بس طبعا برضك مش سخن سخن يعني. أنا عايز أشوف بس المكونات كاملة ولا لأ. كنت بشوفهم في الصورة على الصفحة بيبقوا مقسمين الجزئية دي لثلاث أجزاء، اللي هو السيبيا لوحدها، الجمبري لوحده، بيض السيبيا لوحده، والكفتة بتبقى هنا على الرز. بس هما دلوقتي الثلاث حاجات كلهم على بعض، بس في جمبري أهو، في سيبيا، وفي بيض سيبيا. المكونات كلها موجودة، الأربع مكونات موجودين. أول حاجة دي السيبيا، وده الجمبري، ودوت بيض السيبيا، وطبعا دي كفتة الجمبري. طيب يلا بينا ناكل بقى، نجرب بقى الوجبة الحماسية ديت. من زمان يا جماعة، من زمان قوي وانا نفسي اجرب الوجبة ديت. الوجبة دي يا جماعة بتفكرني قوي بوجبات كويك. فاكرين وجبات كويك اللي تبقى في طبق كده ومتقسمة؟ انا احب قوي الوجبات اللي بتبقى كده بصراحة يا جماعة، بتبقى وجبات مريحة، يعني انت بتطلب الوجبة هي جاهزة بكل حاجة، وجبة على بعضها فيها اكتر من حاجة، بدل ما تطلب من كل حاجة ربع كيلو مثلا او كده وتقعد تكون انت الوجبة. لا، هي وجبة على بعضها برزها بكل حاجتها. ده اللي بيعجبني قوي يا جماعة في الوجبات اللي من النوعية دي. الرز ده على فكرة ما هوش رز بسمتي لانه مش طويل، ده رز عادي معمول بخلطة صفرة، اللي هو الرز اللي بيستخدم في السي فود. فهو مش دي، لازم يا جماعة، لازم معها طحينة يا جماعة، لازم معها طحينة. طبعا الطحينة حلوة، اللي هي يعني المعقولة التخينة شوية. بصوا يعني اللي هي الوسط المعقولة. طبعا الوجبة كلها معمولة بانيه، معرفش هل في منها مشوي ولا لا، بس لو كان في
لو كان في منها مشوي كانوا كتبوا. ايه ده الطحينة فيها مزازة كده حلوة. عارفين الطحينة، ما عارفش المطاعم بيضيفوا ايه للطحينة، يعني بتبقى غير الطحينة اللي بتتعمل في البيت. من زمان من زمان وانا نفسي اجرب الوجبه دي. العيش اللي مزعلني قوي ده نشف خالص، يعني حتى في البدايه كان يعني ايه عارفين يعني الحته اللي تحت دي تعتبر نشفت خالص، مش عارف استغلها. الجزء اللي فوق ده يا دوبك بالعافيه. العيش مش طازه. ده اللي هو بيبقى اسمه الرز المبحر. لا حلو، حلوة الوجبة بجد. حاجات كتير في وجبة واحدة. هتخيل انت بتاكل اربع انواع من المأكولات البحرية في وجبة واحدة. احساس لذيذ جدا جدا، احساس منعش جدا. اكتر مطعم كان بيجيب لي الاكل مولع يا جماعة، كان بيبقى الاكل مولع لاخر لحظة لغاية ما بخلص الفيديو، كان مطعم تسبيكة، بس تقريبا دلوقتي هو قافل بقاله فترة. الأكل بتاعه بس ده معرفش بيعمل مأكولات بحرية ولا لأ، أنا كنت بجيب منه رز معمر حاجات كده الكلام دوت. الأكل كان بيبقى بيطلع الأكل في طواجن، يعني الطاجن في طاجن فعلا، طاجن فخار، فكان بيبقى سخن مولع لآخر الفيديو. بجد ده كان يعني كان حاجة رهيبة. بصوا 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 الحلاوة والطعامة يا سيدي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا ما قلبناش ولا كفتاية. ايه ده، نخش على الكفتة بقى. كفتة الجمبري. اوه يا سلام، بصوا من جوه يا جماعة عاملة ازاي. يا سلام انا بعشق حاجه اسمها كفته جمبري، بحبها قوي 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 قوي. اللي بيحبها يكتب لي في الكومنتات. ها
حاجة رهيبة بجد. صيعة صيعة كفتة الجمبري في حتة تانية خالص رهيبة. والبهارات اللي في الرز حلوة قوي ومش سبايسي خالص. انا طلبت مش سبايسي، ما فيش حاجة سبايسي خالص. جميلة جميلة. يعني على الجمال انا اكلت من اخره معايا. هاي مطبقة وجبة بحريات فيها اربع حاجات مع بعض في وجبة واحدة، فكرة جامدة جدا. اللي اخترع كفتة الجمبري ده راجل عبقري. يا لهوي يا جدعان. اوف اوه روعة روعة روعة. الوجبة حلوة قوي وتشبع جدا. يعني عايز اقول لكم انا شبعت ومش قادر اكمل حبة الرز المتبقيين دول. جميلة جدا جدا جدا. وكفتة الجمبري بالذات في حتة تانية بجد. لا الوجبة عجبتني جدا، اتبسطت منها جدا. ما عنديش تعليق عليها غير طبعا اعتقد لو كانت سخونة اكتر طبعا اكيد كانت هتبقى اجمد يعني، بس برضك هي السخنة كانت معقولة فمش هعلق قوي على النقطة ديت. ما عنديش بس غير تعليق واحد على الوجبة دي، وهو ان العيش اللي كان جاي معاها للأسف كان تقريبا عيش بايت او عيش مش طازة. لاني بصوا بيتكسر ازاي، فده اللي ايه ده اللي مش عاجبني يعني. تمام. لكن الوجبة نفسها روعة روعة. انا انسجمت منها جدا جدا جدا. لا وجبة جميلة جميلة قوي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ثاني فيديو جديد.